أطفال مقاتلي داعش الأيتام، قنابل موقوتة، أم ضحايا حرب لا يملكون فيها إلا المعاناة. مخيم عين عيسى في ضاحية الرقة في سوريا يأوي عددا من أطفال داعش الأجانب الذين عثر عليهم بعد تحرير منطقة الباغوز قبل أشهر. عندنا 24 طفل ما جونا من مخيم الهول، جم من المناطق النزاع الأخيرة هي الباغوز وبعض المناطق الثانية، وكان وضعهم مأساوي. دخلوا المشافي والحمد لله تعافوا بالمشافي، وجبناهم على مخيم عين عيسى وتحت رعاية إدارة المخيم مجلس الرقة المدني. لحد الآن 6 شهور ما قدمت المنظمات شيء نهائيا لهم. في انتظار أن يتم التكفل باستلامهم من الدول التي ينحدرون منها، يبقى هؤلاء الصغار يعانون من الآثار النفسية التي عايشوها. نوبات الأكل نفسه ما يعجبهم، إنه على اللعب تحس مزروع على السب، إنه على طريقة لعبهم، شلون لعبهم، شلون يلعبون بالبوارد، شلون يطقون على بعض، شلون يلغمون قد جوا بعض، هالشي لساته مزروع براسهم، لسه ما جاي شيء ينسيهم إياه. يحكوا لي عن أسرتهم، عن عائلتهم وقت قتلت. أصعب مواقف وكنت يحكوا لي عن أبوهم وأمهم وقت قتلوا، شلون شافوهم قدامهم، شلون فقدوا أخواتهم، قتلوا قدامهم. في منهم أطفال فاقدين بالضياع طبعاً أخواتهم، ولحد الآن ما يعرفون عنهم شيء. منظمة إنقاذ الطفل طالبت دول هؤلاء الأطفال بإعادتهم بأمان بهدف إعادة تأهيلهم أو دمجهم، وهو أمر غير متاح حالياً في مخيمات النازحين في سوريا.